أسفي على دمعي على وجعي على اللي ضاع مني العمر أسفي على روحي على جروحي على جمر بيكوي الصدر جيب لي صبر لما الضنا ماله قليل جيب لي صبر لما الضمير يصبح غريب لما تجي تحضن حبيب ويطعنك طعنة غدر آه ضيع العمر مريت ومشيت بأماكن بعرفها حسيت غربي لا ما في وصفة نفس العيون بس وين نظرات الدفا نفس العيون بس وين نظرات الدفا وين الوفا شو يلي صاير بالخفا جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا دوري يا دنيا بس أنا ببقى أنا رضى عن حب الخير وما عندي أنا عز وفقر ولازل مجبول بغنى ظلم وقهر بس هالظهر ما بينحنى جيب لي صبر يا زمن جيب لي صبر شو؟ كأنه كله دريان أنه قربت طلعت أخوكي كمال عجي أخي صار له يومين طالع من الحبس شو الحكي؟ وينه هلا؟ شو بدك فيه حجي وينه؟ أنت اعتبره ما طلع؟ لا لا يا رضوى ما بصير يعني بضل أخوكي ما بيجوز أنا لازم روح شوفه والله يا حجي يلي بيريحك ساوي والولاد كبروا يصطفلوا أنا بالنسبة لي ما في شي تغير علي وهالروحة اللي بروحها لعند أمال بالعيد مرتين بلاها ما بدي إياها أصيلة يا حجي أصيلة الله يرضى عليكي عكل حال خلينا ندرس الأمور ما بدنا نستعجل بيصير خير عم تتشاطر علي يا رؤوف إيه بسيطة عملك ليش عم يفصلني هاد؟ يخرب بيته شو اللي ذوق؟ طب بلكي الزلمة مشغول شو ما عنده شغلة غيرك؟ حبيبتي ينشغل ينفلق مو فارقة معي بس مو يفصل بوشي هيك والله قلت لحالي يعني بوفر عليكي
الا اذا كنت من هدول العالم ما بيحبوا حدا يوفر عليهم. اهلا مصطفى، كيفك؟ هاي مشروعي، تفضلي. سلم ايديك، عزبتك معي. لحظه شوي، تفضلي. لا خلي خديهم هيك باخذ بالعادة انا. على كل، انا ما حذفت الملفات من عندي، فانت ري على مهلك وشوفي شو بدك، اذا بدك تغيري او تعدلي شيء بس حاكيني. اوكي باي. شفتي؟ لا اكيد هذا الزلمه في شيء بمخه مو طبيعي بالمره، لانه هو اللي في شي بعقله ما؟ ولا انتي كخرب بيتك هيك بتخليه يسمع مسبته باذنه؟ فوق ما عم يوفر عليكي؟ حبيبتي شو عم يوفر علي؟ ما عم يوفر علي، صغرني عمل لي قد النمله، ما له منطقي نهائيا. حبيبتي مصطفى كلياتنا بنعرفه، بعتقد انه هي اخر مره رح يتعامل معك فيها. بتعرفي اني ما نمت بالليل من وراكي انت وياها؟ ماما انا شو دخلني؟ كل وقتي عم حاول هديها وافهم منها شو بها، هي ما عم ترضى تحكي. شلون يعني ما دخلت؟ ما عم تكوني معها انت لما عم تكون مع احمد، شو بيعرف شو عم يقول لها هذا الصبي؟ ما هلا هذا هو همنا من ما عارف. اهلين رؤوف. اهلين، خير حالك بالعاده تجي بكير؟ لا الحمد لله اشتقت لكم، عندك مانع؟ لا ابدا. ليش انت مو بجامعتك؟ بابا يارا تعبانه شوي، قلت بضل معها. شو هالحكي؟ حضرتك بدك تشتغلي ممرضة وتتركي جامعتك؟ شو يا خانو؟ شو هالفلتنة هاي؟ واحدة عاملة مريضة والتانية عاملة مرافقة، وانتي قلبي خلقتك، شو الفيروس اللي موجود بالبيت؟ ما في شيء رؤوف، راسي عم يجعني شوي، حط لك فطور؟ لا ما بدي افطر، تعي. عدي. شي تخبرك. خير. كمال طلع من يومين. ايه شو يعني؟ يعني الموضوع ما بيهمك؟ لا ما بيهمني. وبنتك يارا، قصدي بنته يارا، كمان ما بيهمها؟ بيهمها ولا ما بيهمها؟ أنا مالي علاقة بهي القصة. إذا هيك منيح، معناها صباح الخير. صباح الخير بسكوتي. لك شو وينك؟ عم استناكي تحت. ما رح اروح اليوم على المعهد، ما خرج. بابا هون ما بدي اياه يحس بشي، مو ناقص مدخيلك. ايه شو جابه هذا هلا؟ احمد شو هالطريقة بالحكي هي؟ شو هي شو جابه؟ لك اسف والله مو قصدي، بس يعني ماله بالعادة. المهم يارا كيفها؟ يارا لساتها مثل ما هي، ما عم بترد على حدا. طيب حبيبي انا عندي مشوار رح اروح اقضيه، اذا غيرتي رايك بدك تروحي على الجامعه حاكيني. ايه ماشي، بحبك. وانا كمان. باي. يلا باي. شو طولي على هالحاله يا رب؟ طلعي فيني، حاكيني ليلي بشو عم تفكري. عم فكر يا رب، ماني طايق حدا، ماني طايق حالي. بلجنان سمعوا على هالسمع قال عم تفكر تهرب. عجد انتي ما بتنتركي لحالك، شو بيصير لك؟ قولي كل شي بقلبك، بدي اعرف الحقيقة. انا بنت مهرب مخدرات، معقول يكون ابي هيك؟
يارا، أبوكي صحيح كان محبوس، بس مو معناته أنه هو مجرم ولا معناته أنه هو شخص سيء. في مليون ألف احتمال تاني، ما فيكي تحكمي عليه. ليش حبسوه؟ تبلي شوفي واسمعي منه، بجوز يكون انضحك عليه. بس أنا ما بدي أشوف حدا، وما عاد بدي أخذ رأيك. مو على كيفك، حضري حالك، بدنا نروح أنا وياكي مشوار وبعدين نمرق نجيب السيارة. ألو، إيه طارق، وين أنت؟ شباك والله ما بعرف، يعني لو صاحبك بده يساعدنا كان عمل كم تليفون وخلص الشغل ودبرها. هو قال رح يساعدنا، يعني رح يساعدنا، هو بيأمنه، لا تاكل هم. ان شاء الله ان شاء الله. دخلها قصة يارا كيف بدها تنحل؟ والله ما بعرف، انت شو رايك؟ احمد عم بيقول نعطيها شوية وقت. نعطيها شوية وقت، اه صحيح، خلي هذا الموبايل معك مشحون وفي خط ومزبطة أموره مشان ما تختفي، وهي هذا الرقم تبعه احفظه. أيوة نيال. ايه شو بكي؟ شوفي قومي نامي جوا. شو شوفي؟ ما بدي نام رؤوف، ما بدي نام. أنا ما في شيء، بس كنت جاي أسألك إيش كان بنتك يارا قررت تعيش مع أبوها، شو بدك تساوي؟ ليش لحتى تعيش معه؟ ليش هو بده ياخذها يعني؟ انا اساسا انا لسه ما حكيت ليارا كل شيء عمله ابوها فيني، ويارا لما تعرف هي ما رح تقبل انه تروح لعنده. ايه لا بتبتدي لك، لانه كمال انا وانت ما عارفه منيح ايش كان بيحكي كلمتين مع بنته بيفتر لها راسه فتره. خلص ما تحكي ولا حرف، ما تحكي ولا حرف، الله يوفقك، انا اللي فيني مكفينيها. خلاص خلاص. سهر لك اهلين طارق، يلا دقيقتين بيكون الاكل جاهز. طيب ماشي، بس بسرعه. ايه مستعجل، شوف يارا ونزل على الشغل. طمني، مبسوط بالشغل؟ منيح. شبك اذا في حدا عم يضايقك قلي دغري بظبط كل شيء. ضايقتني شغله واحده. شوفي الدلال اللي عم يدللوني اياه. عن جد عم تحكي طارق؟ وحياه الله انك واحد معد. شو بلاقيكي لساتك بالبيجاما؟ ريهام خلصنا بقى، أنا بدي روح شوف طارق. مثل ما بدك، بس يكون بعلمك إذا عم تتهربي من أسئلة العالم كله فما رح تقدري تتهربي من أسئلة بابا. هلكني هو بس بده يطمن عليكي ويشوف شو صاير معك. ليش؟ ليش هو شو دخله؟ أنا ما بدي أحكي، ما بدي أحكي يا أختي، شو القصة بالزور؟ اتصطفلي يا كون بعلمك إذا انزعجتي منه هالمرة رح تكوني أنتي السبب. بعدين هو ليش عم بيسأل؟ غير لأنه باله عندك وبده يطمن عليكي؟ ريهام استني أنا رح غير ثيابي. هيك ها؟ إيه أحمد وينك أنت؟ يلا يلا نحن طالعين. لك إيش بيعرفني لتلبس ست الحسن والجمال؟ يلا حبيبي ماشي باي. كمال احمد. ايه يا مال، انزلوا شوي. خير؟ شوفي عاوزتكم، تعالوا شوي. يلا يلا نازلين. مرحبا. مرحبا. شو لحقت تقري؟ ايه قريت وحبيت كثير، لهيك اجيت اتشكرك وبنفس الوقت قلت بعتذر منك. تشكريني؟
مشان شو؟ يعني أنا ما سويت إلا شيء ببلاش، خدمة مصلحة وقضيتها، مشان الاعتذار كمان تصور ما في له داعي، يعني فينك تساوي أي شيء تاني بالحياة غير إنه تعتذر. هلا أنت هيك متعود ترد على اللي بتعتذر منه؟ أنت شبك يا بنت؟ ما اعتذرتي وخلاص؟ أنا أصلاً هذا الموضوع ما كنت حاسب حسابه من البداية، يعني شغلة عادية كتير عرضية مريت. ايه رورو شو صار معكم؟ هلا هلا يلا يلا يا باي خالو شو مو جاي على بالك تشوف يارا؟ ايه هلا رح تطلع من هون. ها عرفت تاني وحده؟ لبسة طالحة اسمعي حنان هاي الفلتنة أنا ما أحبها منوب تخيلي واحد من رفقاتي شافك شو بده يقول عنك آه؟ أولاً كلمة فلتنة هاي مو حلوة بنوب بنوب مو حلوة ثانياً روق شوي بعدين أنت عم تسوق عم تقلي روق واحد شاف اخته بنص الطريق مع شاب وبتقلي لي روق عن جد انت ما تستحيتي حنان طب انت وينك هلا وينك على الهفا رايح طب خلص سبقني على المعرض سبقني وهنيك بشرح لك كل شيء تفضلي طارق يعني بدي منك تساعدني شوفي قديش معك مصاري ما فهمت انا بدي اترك البيت ايه شو ايه قديش مصمد مصاري انا لازم اطلع استاجر بيت او غرفه اي شيء المهم لازم اطلع من هذا القرف اللي عايشه فيه تستاجري بيت لحالك لحالي ولا مع القرود ما بعرف يلي بعرفه انه انا لازم اطلع ممكن تفهميني شوفي؟ رح افهمك كل شيء بس مو طيب روحي انت هلا وانا كمان رح اروح على شغل جديد بشوفك وبنحكي بس كوني متاكده انه كل شيء رح يكون تمام ماشي؟ طارق شكرا كثير خلص لا تبكي شو بكي شو صار لك وهي احلى كاسه شاي للخال يسلموا يا ابو حميد صحه صحه اشرب مي صحتك يا سيدي ريهام قالت لي انه يارا ما رضيت تحكي مع ولا حدا اليوم لا ايه الله يجبر بخاطرك يعني مو بس معي تعرف يا احمد لما كنت بالسجن دائما اتخيل حالي اول واحد بدي اشوفه برات السجن وبت يعني شو بدي منه غير ضمه وشنجبه كمال قوم لقلك شو هي عباية أبوك الله يرحمه تذكرتها؟ طبعاً يا سلام ما حدا بيستاهل يلبسها غيرك الله يرحمه ترابه أي والله الله يرحمه شو الخالة هذا؟ قمر أمي شو بدك تطعمينا اليوم؟ يلا الأكل جاهز أكيد ما حتاكلوا هون يلا رح أحضر الأكل لا تتأخروا لا لحقينك لحقينك شوف شوف قديش طيبة وحنونة عم تحكي هيك لأنها أختك لا وحياة عيونك يا أحمد عم بحكي هيك لأنه هي هيك فعلاً لا
امك طيبه بعدنا اصيل. شوف اختي رضوى مثلا، كنا اقرب اثنين لبعض، ليك هي وين وامك وين؟ والله صحيح خال، يعني الخاله رضوى ما عندها ولا سبب تكرهك مشانه. ليك سامر، انا سكتت وما حكيت ولا كلمه لاني شفتك معصب وعم تسوق، بس انا ما بسمح لك لا انت ولا اي حدا بالدنيا يحكي معي بهي الطريقه. ولك وصلت معك انك تقول عن اختك صايعه وفلتانه؟ تفضلي يا بنت حجي، شو بسميها هاي؟ شو معناته انك واقفه مع البيك بنص الطريق؟ يا حبيبي ما كنا بنص الطريق، كنا على باب الجامعه وهي فيها فرق كثير كبير. باب الجامعه يعني نص الطريق؟ يعني رايح وجاي بشوفك؟ برافو برافو سيد سامر، يلا علي صوتك اكثر، علي علي، خلي العالم اللي واقفه عم تتفرج علينا تشوفنا وتقول شوفوا السيد سامر عم يشكك باخلاق اخته. شو؟ سينما؟ مسرح؟ طلع من الدوية، طلع! هاي ما عاد حدا يسمعك، فهمينا شو الموضوع؟ ولك سامر بلا ولدنة، بلا هالولدنة، ممكن تهدى شوي لنعرف نتفاهم ونحكي؟ شو؟ ما بدك تهدى؟ تفضلي. هيك ها؟ هلا صار فينا نتفاهم، تفضل. هلا بصراحة خال، أنت عن جد ما بتعرف مين غريمك؟ لهلأ لا، بس اللي بعرفه أنا إنه في واحد أخذ نص حياتي وبدون حق ولازم دفعه الثمن. يعني قصدك على اللي أخذه عمو رؤوف؟ هلأ هيك فهمت؟ شو دخلني هال بالموضوع؟ أنا عم بحكي على السنين اللي قضيتها بالحبس. قوم خال قوم، تركني لحالي شوي. حاضر. انت خسرت كل عمرك يا كمال، نص عمرك اللي راح بالسجن ونص عمرك التاني اللي هو يا رميال. اوه شو اشتقت لك يا نيال. حجي قبل ما تروح بدي احكي معك بموضوع. خير ان شاء الله، موضوع شو؟ مشان يارا. شو بها يارا؟ انت بتعرف انه انا وعمتها امل كذبنا عليها مشان ابوها لانه فترتها كنا مضطرين، وهلا انا مو عارفه انا شو بدي اساوي. مو مشكله، انا المساء راجع نام بركض بحكي معها كلمتين واقنعها تروح لعند عمتها رضوى تعد لها يومين ثلاثه ونفض السيرة من أساسها، هذا الحل الوحيد. يا الله. السلام عليكم. مع السلامة. مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحت اعطي خبر لسامر انه نحن بدنا اياه. عفوا سامر بيك مو فاضي، بتحبي يساعدك بشيء؟ قل له ريهام عم تستنى. حضرتك الان ريهام؟ تفضل هي سيارتك، بتحبي تستلميها؟ ايه اكيد بستلمها فورا. لحظة لجيب لك المفاتيح بس، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا. يارا؟ شبك؟ عفوا استاذ، وصلت الان ريهام قالت تستلم سيارتها. خذ المفتاح وطلع سلمها اياها على السريع وشحنا شوي لبين ما اجي. يلا. شو نيالي شايفه سياره جديده؟ انا اذا بتجي علي ضد ان اسوق وضد انك تسوقي انت كمان، لانه ما بيجي غير وجع الراس من السواقه. اي طول بالك شوي، بعدين كاني هيك شايفتك كثير محموق ومحمر لونك، كله هذا مشان الستياره؟ لا اعوذ بالله، بس بدنا نبارك لانه طلع ابوها. ايه لازم نبارك له، بس صحيح ما بعرف خبروها يا ترى؟ اكيد خبروها، بس احمد شاطر يقول لي لا تقول لحدا والبلد كلها درياني. بتعرف شو؟ انا كثير بحبها لهالبنت، مع انه يعني هيك خلطتي معها من بعيد لبعيد. حذر شو؟ شو رايك بس تطلع هلا تبعث لي اياها دردش معها شوي؟ هلا بطلع بهزلها بدنها شوي وببعث لك اياها لبين ما سلم ريهام السياره. Thank you.
مرحبا يا رام. يهنيكي برجعت الغايب. شفت؟ سمعت انه الوالد رجع؟ اعطيني مكانك. خلص استاذ. شو؟ عجبتك المكانة؟ طبعا عجبتني بتجنن. يا رأزة بتحبي تفضلي على المكتب لجوه حنان جوه. خير حجي شوفي سلامتك قصصك لمعتك نستني المغلف في بلاوي والله يا حنان انت دائما بالبال يعني دائما بقول بيني وبين حالي بركي هيك بحاكيكي ومنظبط شي طلعه يعني منه بشوفك ومنه بتعدي انت وريهام لا 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 الله يخليك يارا لا بدي اشوف لريهام ولا تشوفني يعني لا تزعلي مني بعرف انه ريهام اختك بس يعني انت بتضلي بنت خالي بغض النظر عن اي شيء صحيح نسيت بارك لك برجعة خاله شفتيه لا والله لسه هو الحقيقه يعني كلياتنا كنا متوقعين انه الموضوع حيكون صعب عليكي ايه بس شوف انا بعرفك قويه ليش هيك مكتوب علي كمل عمري؟ ايمتى بدي صير مثلي مثل كل العالم؟ بحب شي بنت تحبني؟ مستحيل شو بدي هلا؟ بحبك بس ما بقدر كمل معك لانه ما بعرف قرعت ابي منك؟ يا الله ليش هيك عم بصير معي؟ ليش؟ مساء الخير خال اهلين احمد اهلين شو شايفك هون؟ شرف لك يا يارا استني شوي شو بك طايره طيران والله وجعوني رجلي ما عاد لحقتك ها أفندي ما في مرحبا؟ مرحبا وين يا رو؟ غرفتك تعي لهون شوفي يا رو شافت أبوه تحت بالحارة
لوين اخي؟ معلش حبيبتي لا تهكد يا منيح. انا منيح. خالو رح بدل وعيه وجه مع الطريق. لا 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 خليك انت، انا رايح لحالي. طيب يزيد معي مبلغ حتى لو كان صغير خبي لك اياه. بدك تاخذهم وما تحكي ولا كلمه. سادول كتار 20 سنه كتار. شوي كرمالي والله ما بصير هيك. حسيت حالي بحط بالبطاقة. طيب ليش هربتي منه اول ما شفتيه؟ ما هربت منه، هربت من حالي. هو غريب عني بس حسيته كثير غالي. حسيت انه بدي اروح وارتمي بحضنه اللي صار لي عمر ناطرته. مظبوط، هذا ابوكي. انتي حسيتي بكل هدول الشغلات اول ما شفتي، مع انك ما بتعرفي انا ابي اللي عشت معه كل عمري يا دوب وقت شوفه اقدر احكي معه كلمتين ونص. هو كلي على بعضي مو شايفني. راهنك اذا بيعرف لون شعري او متذكر حتى شو عم بدرس. بلشنا نريحه على المقلية ما نخرج حبوس. يا ريته كان مجرم قاتل اي شيء بالعالم، بس يحبني ويحس فيني، يحسسني اني بعني له. غير انه بس بده يصرف علي، حياته مو بس مصاري. بشو هي هي الطريقه اللي هو بيعبر فيها عن اهتمام؟ هيك ما بصير كمان، بدك تحل امورك، بدك تحلها بتروي، مو هيك. خلص يا زلمه، حاجه تنصيح، ما انا شايف حالتي قديش بتقسي. ما هو لانه حالتك بتقسي عم بحكي معك هذا الحكي. انا لو كنت بهالي شو بتسوي؟ قولوا لعنده بحكي انا وياها، فهمها شو وضعي، اشرح لها. واذا ما فهمت؟ انت بكون عملت اللي عليك، ما في شيء تخسره. قبل ما اثبت براءتي مستحيل. وليش ما تثبت براءتك انت وياها؟ احتمال تصدقك وتساعدك. شرب سيدي، رجعت تنظر. اخي انا قلت اللي عندي، افادتي واعطيتك اياها، الباقي عندك. نضال، ما في حدا رح يقبلني هيك. لك ما في حدا بكل هالمنطقة هون قادر استوعب اني ممكن كون ولو 1% بريء. يصطف له بكره بتثبت براءتك كل هذا بتغير. ما بعرف، ما معقول شو عم بيخطر على بالي اني ضب شنطتي وامشي. تهرب؟ اهرب يا نضال، روح على اي محل ريح حالي من القرف اللي انا عايشه. ويارا انا اسف كمال، بس اعطيها وقتها. يارا انا مسامحها حتى لو ما قبلتني، انا مسامحها. بس ايه حجي؟ لا بس انا عندي شوية شغل ضروري ولسه ما خلصته. بس انت ليش هيك صوتك امي؟ طيب
طيب أمي طيب، أنا هلا بخلص الشغل اللي بين إيدي الضروري وبجي لعندك بسمعك قد ما بدك. أمرك أمي. أهلي الحجي الله معك. مساء الخير. أهلين صبايا، كيفكم؟ الحمد لله. شو عمو؟ شو رايك تروحي لك يومين ثلاثة لعند عمتك رضوى؟ ليش؟ شو قلها لزوم؟ لا ولا شيء، قلتي حالي تروحي لعند عمتك تقعدي لك كام يوم بتغير جو بتتسلي. لا مو مشان اتسلى وغير جو، انتو بدكم تبعدوني عن بابا من اول وجديد. ماما عيب، ما حدا جاب سيرة ابوك. لكن ليش بدكم يعني هلا روح زور عندها؟ شو اللي تغير؟ ما تغير غير انه بابا طلع من السجن. خليك عمو خليك خليك، الله يرضى عليك، لا تروحي لا تروحي. اي بابا استلمتي السيارة؟ ايه بابا استلمتها، يسلموا ايديك. شفتي بنتك يا خانو؟ الظاهر يا ست نهال هدول البنات بدهن إعادة تربية من أول وجديد، لأنه يمكن انتبهتي وشفتي شلون عم ترد أجوبتها معي، مثل الرصاص عم يطلع من دمها. حاجي مشان الله خلص مرق لياها. الظاهر طلعت كمال رح تجيب لي الشرطة، لذلك لازم أعرض عليه قرشين ويكف مغياب، وهذا الموضوع راح رتبه مع احمد. شبكي كانوا في بدمك حكي مشان يارا؟ شبا خايفه تتركني وتروح تعيش عند ابوها. يلا معها، هي حره، ايش كان بدها تنسى الخبز والملح والبيت اللي رباها بالناقص منها تروح تعيش عند ابوها؟ لوين؟ داخلي. بعدين شوي لوي، بعمرك ما سألتيني وقلتيني لوي. الله يلعن كمال وساعد كمال. ولك تتشبه لصر ماية كمال. والله ما عم افهم شيء، شو صاير مع يارا؟ طيب يارا اخت ريهام، سامر قال لي انه اخته جاي تاخذ السياره، يعني ريهام بتكون اخته لسامر، معناتها يارا اخته لسامر. حما وصلت فيك يا سهر؟ بسيطة يا سهر، بسيطة. ماما
يارا؟ صباح الخير. طيب وين اختك؟ وينها؟ ما بعرف مين، راحت على الجامعة. عم تجذبيه علي؟ اليوم عطلة، اختك وينها؟ عطلة شو؟ ما بعرف، عطلة شي شغلة اليوم، المهم انه عطلة. ماما، إذا أختك قالت لك إنه راحت تشوف أبوها قلي لي عادي، أنا ما راح أتضايق. اطمني ماما، لو راحت تشوفه كنت راح أقول لك، لأنه أنا بتمناها تشوف أبوها اليوم قبل بكرة. يعني بكفي انحرم من مرته. شو هي؟ آسفة آسفة والله ما قصدي. صباح الخير. شو مفايق من هلا؟ شو طولي بالك طولي بالك، قولي لي شو صاير، شو في؟ طيب 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 يلا بس شوي بس لصحصح وبنزل. ماشي ماشي خلص، حاضر حاضر، باي باي. أهلين حجي. أهلين. يلا رح ساوي لك فنجان. عادي عادي ما بتجي. عادي واسمعي لي منيح. خير. شوفي نيال، طلعت كمال من الحبس مو ظابطة معي منوب، كمان قعدتهم بالحارة. لذلك قررت انقلكم من الحارة. بدك يعني اترك بيتي يا حجي؟ وين المشكلة؟ ايش كان بدي اشتري لك بيت تاني غيره؟ لا لا حجي لا، الله يخلي لنا اياك، انا هذا البيت ما بدي اتركه. طالما هيك انا راح تخف جيات كثير على البيت. ليش بقى؟ لانه ما بدي اشوفه. ليش لحتى تشوفه؟ صباح الخير بابا. صباح النور حبيبي. كيفك؟ مشتاق لك، يسعد صباحك. نمت منيح؟ ايه الحمد لله. وين اختك؟ راحت من الصبح. وين راحت واليوم عطلة؟ ما بعرف، ما قالت لي. أنا كمان والله فقت الصبح ما لقيتها، ما بعرف. شو يعني ما في كبير بالبيت لحتى تستأذن منه؟ بابا أكيد بتكون راحت شي. لا تكذبي، لا تدافعي عنها. حجي كأنه وشك تعبان ومانك نايم منيح امبارح. كأنه؟ مالي نايم منوب. يا حسرك من شو؟ من كتر النق والساء تبعكم. ليش تخلوا حدا ينام ولا يرتاح بهالبيت؟ ابوها العيشه من اساسها. ان شاء الله ما بيهدى لك بال الهي. تنطر عمر لتحاسبه ويموت له.